رئيس مجلس القيادة الرئاسي يدعو إلى تحرك عربي جماعي لوقف الانتهاكات الحوثية ودعم الجهود الحكومية لإنعاش الاقتصاد. القادة والعرب يؤكدون دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي وأمن اليمن واستقراره. اللواء الزبيدي يعقد لقاء موسعا مع المشايخ والمقادمة والأعيان والشخصيات الاجتماعية بمحافظة حضرموت. من مبنى تلفزيون حضرموت الحكومي بمدينة المكلا نقدم لكم نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم. ونبدأ نشرتنا مع خبر فخامة الرئيس الدكتور أشهد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية الذي دعا إلى تحرك عربي جماعي إلى جانب الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية من أجل وقف الانتهاكات الحوثية الفظيعة للقانون الدولي ودعم جهود الحكومة اليمنية لإنعاش الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية. كما أشاد العليمي بمبادرات الأشقاء والأصدقاء لاستئناف العملية السياسية بموجب مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار رقم 2216. وأشار فخامة الرئيس إلى خطورة استمرار الميليشيات الحوثية في تهديداتها لدول الجوار والسلم والأمن الدوليين بنشر مزيد من الطائرات الإيرانية المسيرة والألغام البحرية والقوارب المفخخة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرويها لنا كقصص من الجحيم أبناؤنا الذين تنفسوا هواء الحرية في عمليات تبادل المحتجزين بعد سنوات من التغييب والأخفاء القسري. كما أشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية 32 المنعقدة بمدينة جدة السعودية إلى مخاطر إقدام الميليشيات الحوثية في الوقت الراهن على حشد أكثر من مليون طفل إلى معسكرات تعبوية متطرفة من شأنها تدمير نسيجنا الاجتماعي وقيم التعايش التي انتهجها الشعب اليمني على مر التاريخ. وأعرب فخامة الرئيس عن ثقته بنجاح هذه القمة بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأنها ستمثل نقلة إضافية لمسار العمل العربي المشترك وتوحيد آلياته في دعم جهود الأشقاء والأصدقاء لاستعادة مؤسسات الدولة اليمنية وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، انتصارا لصبر شعبنا وتضحياته وحقه في الحرية والكرامة الإنسانية والأمن والاستقرار والرخاء. جدد قارة الدول العربية التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. كما جدد القادة العرب في إعلان جدة الصادر عن الدورة العادية 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قمة جدة المنعقدة بمدينة جدة السعودية دعم مجلس القيادة الرئاسي لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية. وشدد القادة العرب على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي إلى انتصار طرف على آخر وإنما تفاقم معاناة الشعوب وتثخن في مسيرة منجزاتها وتحول دون تحقيق تطلعات مواطني دولتنا. كما أكدوا أن التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام حقوق أصلية للمواطن العربي ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى المستويات كافة وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني الدول العربية.
وضع عضوا مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس الزبيدي واللواء الركن فرج البحسني بمدينة المكلا إكليلا من الورد على ضريح الجندي المجهول بالنصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت. وعقب وضع إكليل الورد تم قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء النخبة الحضرمية الذين قدموا أرواحهم فداء في سبيل تحرير ساحل حضرموت من قبضة التنظيمات الإرهابية وإحلال الأمن والاستقرار ونشر السلام في المحافظة. واستمع الزبيدي والبحسني إلى فكرة تصميم ضريح الجندي المجهول بالنصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت الذي يتقدمه مجسم الحصن بشكل منحوت أوسطه جندي حاملا سلاحه وتشكيل جندي بعمودين متكئا كل منهما على الآخر تجسيدا لوحدوية حضرموت. كما اطلعا الزبيدي والبحسني على سير العمل بمشروع حديقة النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت الذي يقع على مساحة إجمالية تقدر ب 12 ألف متر مربع ويتكون من مسرح مفتوح وكافيتريات مع ملحقاتها وجلسات للعوائل ومناطق خضراء وإنارات وتقديم خدمات ترفيهية عائلية لأهالي مدينة المقلاء وزوارها. عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واللواء الركن فرج سالمين البحسني عضو مجلس القيادة الرئاسي واللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت الأسبق اليوم السبت بمدينة المكلا لقاء موسعا مع المشايخ والمقادمة والأعيان والشخصيات الاجتماعية بمحافظة حضرموت. وفي اللقاء الذي افتتح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ألقى اللواء الزبيدي كلمة حية فيها الحاضرين من المشايخ والأعيان والمقادمة والشخصيات الاجتماعية معبرا عن سعادته لوجوده بين أهله وإخوانه في مدينة المكلا. وجدد الزبيدي في كلمته التأكيد على الأهمية الكبيرة التي تمثلها حضرموت في المشروع الجنوبي لما تحظى به من إرث تاريخي وثقافي وما تمتلكه من كفاءات قادرة على الإسهام بفعالية في رسم مستقبل الأجيال. ودعا الزبيدي أبناء حضرموت لمزيد من الترابط والتآزر ورص الصفوف مؤكدا أن بصماتهم يجب أن تكون حاضرة في الحاضر والمستقبل كما كانت حاضرة بقوة في الماضي. وكان اللواء الركن فرج سالمين البحسني قد ألقى كلمة افتتاحية رحب في مستهلها بزيارة اللواء عيدروس الزبيدي مؤكدا أن وجود أبناء الجنوب في المكلا يعد لحظة تاريخية فارقة. طبعا تاريخ حضرموت معروف من أيام الأنبياء والرسل طبعا ومش ليس غريب، ونحن اليوم بين أبناء حضرموت لنقول كلمة الحق ونقول لأبناء حضرموت والنخبة الذي أمامي إن دوركم في هذه الأيام وفي هذه المرحلة مطلوب مطلوب مطلوب. حضرموت يجب أن تكون حاضرة في كل المناسبات وفي كل المراحل وأن ترسم مع أبناء شعب الجنوب ملامح دولة الجنوب القادمة بإذن الله تعالى. دور الحضارم طبعا خارجيا نحن نعرف انهم نجحوا نجاح باهر في مشارق الارض ومغاربها. نريد لحضرموت ان تتماسك جبهتها الداخليه وان يكونوا عند مستوى المسؤوليه كما كانوا بالتاريخ وكما كانوا بالحضاره. دوركم سيبقى بالرياده طالما هذه الوجود موجوده في هذه القاعه في هذا اليوم وفي هذا التاريخ بالذات. اسمحوا لنا نتكلم بشكل تلقائي لأن من القلب للقلب وإحنا من يوم وصلنا هذه الأرض المباركة ونحن نشعر بأريحية تامة بدون أي تكلف بكلامنا وبجلستنا وبلقاءاتنا. لذلك نحن في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي جميعا وقواعده وجميع أبناء الجنوب منتظرين دور تاريخ ومشرف في هذه المرحلة خاصة بعد نجاح اللقاء التشاوري الأول للحوار الذي تابعتمه بشكل مباشر في الذي عقد في عدن قبل أيام. هذه المخرجات وهذا اللقاء الأول سيرسم ملامح دولة الجنوب القادمة. احنا نهجنا النهج الديمقراطي والسلمي والتشاوري للحوار واحنا اقوياء ليس نحن ضعفاء.
هذا النهج الذي طالما وأن الأمم المتحدة أو الأحزاب أو القيادات يقولوا لنا عودوا إلى الحوار، عودوا إلى المفاوضات، هذا اليوم نحن نسلكه بشجاعة، ولكن سنحمي أرضنا وسنحمي منجزاتنا وسنحافظ على دماء شهدائنا وما تحقق من تحرير واستعادة الأرض. طبعا نحن بعضهم يقولوا تحية، هذه حقنا الآن، ما حررناش، هذه احنا استعدناها السعادة فقط لأنه كان في محتل. الأخوة الحاضرون جميعا، الدور التاريخي والقبلي لأبناء حضرموت يعني معروف، لكن نريد منكم جميعا الحاضرين والأغلبية أن يكون لكم كلمة عليا وفاصلة في الحوار وفي مستقبل دولة الجنوب. الصمت في هذه اللحظات، الصمت في هذه المرحلة سيطول الزمن علينا وسندفع يعني ثمن مباهر، فلنثبت مع بقية شعب الجنوب كاملا وبصوت واحد هذه أرضنا ونحن أسيادها، ولا أحد غيركم أسياد هذه الأرض، ما فيش غيركم. كما قلنا الحضارم نجحوا بالخارج ويجب أن ننجحوا بالداخل. نجاح الحضارم هو العمق الاستراتيجي للجنوب، هذا ليس نفاق وليس تزلف لكن هذه الحقيقة. فلنحافظ على تاريخ الماضي، فلنحافظ عليه ونرسم ملامح الحاضر اليوم والمستقبل لأجيالنا، يجب أن نحفره بحرية، يجب أن يطلع أبناءنا أحرار، يجب أن يطلع أحرار على هذه الأرض. ما تم خلال المراحل يعني الماضية من دفاع منذ بعد 94 إلى هذه اللحظة، نحن بندافع على الأرض والأرض والدين، ما فيش خجل. واحد عندما يقتل شهيد يقتل وراسه فوق، لا يخاف إلا من الله عز وجل فقط. أكرر أن الحوار الجنوبي أتى لرسم مستقبل دولة الجنوب العربي الحضارية القوية داخل هذه المنطقة. نحن نرسم ملامح دولة قادمة، نرسمها وننحتها بالصخر وعلى هذه الأرض جميعا ليس واحد. لن نأتي بنظام سياسي لا يرتضيه لا أبناء حضرموت ولا أبناء عدن ولا أبناء المحافظة الجنوبية كاملا. أنا أقولها قدام العالم كله، النظام القادم سيتم بالتوافق زي ما الآن نحن بنحاور على ميثاق وطني، وكل كلمة فيه بنحطها لما يتطلبه أبناء الجنوب بشكل عام. سترسم ملامح دولة الجنوب بناء على عمق الجنوب الحضاري والتاريخي والعربي والإسلامي. لن نحير على المنطقة ولن نخرج ولن نكون شواذ، سنكون جزء من المنطقة وسنكون ديمقراطيين وسنرسم هذه الدولة ونظام السياسي جميعا بشورى وبتوافق، وزي ما بدأنا اللقاء الأول تشاوري سننهي إن شاء الله بسلام واستقرار ورفع عالم دولة الجنوب داخليا وخارجيا. اليوم أيها الأخوة الجنوب أكثر حاجة لوحدة صف أبنائه وتحالف قوي بين كل القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات العامة بروح وطنية جديدة، متخلصين من كل ترسبات الماضي. ولذلك أحب أن أؤكد على ما يلي: أولاً، إن التحاقنا بالمجلس الانتقالي الجنوبي جاء بعد مشاورات مع الأخ المناظر عيدروس الزبيدي حول خطورة هذه المرحلة. وتطابق وجهات النظر حول ضرورة وحدة صف أبناء الجنوب. فلا يمكن أن ننتصر لقضيتنا العادلة إلا بوحدة جميع الجنوبيين حول الهدف الثاني.
حاربت وزارة الخارجية عن إدانتها لحادثة الاقتحام والتخريب الذي تعرض لها مقر سفارة قطر في الخرطوم من قبل قوات مسلحة غير نظامية. وأكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبأ تضامن الجمهورية اليمنية مع قطر ورفضها لكل أعمال العنف والتخريب، بما في ذلك انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خرقا للقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. نعت وزارة الأعلام والمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون الأعلامي القدير ومعد البرامج التلفزيونية عبد الرحمن علي البطاح الذي وافاه الأجل الخميس الماضي عن عمر ناهز 63 بعد حياة حافلة بالعطاء والإبداع والتميز. وأكد البيان أن الوسط الإعلامي فقد برحيل الزميل البطاح رقما مميزا وملتزما بأداء واجباته المهنية، وبرحيل هذه القامة فقد خسرت اليمن واحدا من أبرز كوادرها الإعلامية. وعبر البيان عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد وأبنائه وذويه وزملائه والوسط العالمي بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله والجميع الصبر والسلوان. ختام النشرة مشاهدينا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يدعو إلى تحرك عربي جماعي لوقف الانتهاكات الحوثية ودعم الجهود الحكومية لإنعاش الاقتصاد. القادة والعرب يؤكدون دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي وأمن اليمن واستقراره. اللواء الزبيدي يعقد لقاء موسعا مع المشايخ والمقادمة والأعيان والشخصيات الاجتماعية بمحافظة حضرموت. ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. ختام نشرة مشاهدينا، نلتقي بكم في نشرة إخبارية قادمة.